بشكل أكبر. استضفنا لكم مشاهدي الأكارم السيدة وزيرة الثقافة والصناعة التقليدية السيدة فاطمة فالم التصوينع. أهلا بك السيدة الوزيرة ومرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. في البداية حبذا لو تطلعينا على تقييمكم لهذا المهرجان الذي أسميتوه مهرجان التميز، أين يكمن التميز في مهرجان التميز؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لمهرجان التميز هذه السنة طبعته بعض من النقاط الأساسية اللي يمكن إذا قارناها بالسنوات الماضية أو النسخ الماضية، لأن طبيعي أن السنوات الأولى الدورة الأولى كانت نسخة تجريبية شهدتها المدن الأربعة على التوالي، ودان شنقيط ودان تيشيت ولاتا. ومن بعد الدورة الثانية بعد التأملات والتمحيص اللي قمنا به حاولنا على أن نخلق تميز على جميع المشاركات وعلى في المجالات الاثنين، سواء على مستوى العروض العلمية أو مستوى العروض العامة. شهد تميز أو فرق كبير في مستوى العروض السنوات الماضيه وهذه السنه. مثلا عاده تخلف فم عروض علميه وعروض في المخيمات المدن القديمه. اذا تكلمنا عن العروض في المخيمات اصرينا وحرصنا على ان جميع المشاركات يسوى من المدن الاربعه، يسوى من الولايات، يسوى من اصحاب المبادرات، ان تعود على طابع تراثي تقليدي اصيل. والحمد لله جميع الولايات جميع المشاركون التزموا بهذا التوجه، وجميع عروضهم بينت الخصوصية الثقافية والتراثية والتميز لكل منطقة جاءوا منها، وبالتالي كان تلاقي جميع المعطيات الثقافية والتراثية الخصوصيات لكل مكونة من مكونات مجتمعنا ولكل منطقة. على مستوى العروض العلمية هذه السنة حاولنا في إطار التوجهات الجديدة في سياسة الحكومة بإبراز الأسس الثقافية للمجتمع الموريتاني، درجنا بعض من العناصر وهي مطبوعات ومنشورات تخص المعارض العلمية اللي عدلت اللي تشكل الواجهة الحقيقية لوزارة الثقافة والصناعة التقليدية، ويسوى متمثلة في مؤسسات التابعة تحت وصاية وزارة الثقافة أو بالفاعلين الثقافيين اللي يشتغلوا أو يتعاملوا مع قطاع الثقافة. وبالتالي جميع المشاركات كانت فيها لمسة مسحة جمالية تبين التراث الثقافي الموريتاني بأسلوب حديث، يسوى كان على مستوى الفنون التشكيلية، يسوى على كان عروض المؤسسات الخاصة. حاولنا أيضا هذه السنة تعود تتميز بالبرامج العلمية اللي واكبت المهرجان، ولا شك أن المحاضرات العلمية اللي طبعت هذه السنة واللي كانت عندها خصوصية عالية أكاديمية راقية افتتحت بمحاضرة حضرها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز في مسجد الشنقيط العتيق، ولتعيد للذاكرة عادة التحاور، عادة تدارس الشأن العام، عادة المحاضرات والقيم العلمية في المساجد العتيقة. فيما يتعلق بالثقافة التي هي يعني الصناعة أيضا، هل هنالك من جهود في هذا الإطار فيما يتعلق بهذه النسخة وفيما يتعلق أيضا بمستقبل عمل وزارة الثقافة؟ استراتيجية وزارة الثقافة كقطاع من القطاعات الحكومية في ظل تعليمات رئيس الجمهورية واللي يسهر معالي الوزير الأول على تجسيدها على أرض الواقع من خلال المأمورية الثانية لفخامة رئيس الجمهورية، وهي ربط الثقافة والتراث الثقافي بالصناعات الثقافية، كانت من أهم الإضافات القيمة اللي شهدها مهرجان المدن القديمة النسخة الخامسة بشنقيط. على سبيل المثال تم إطلاق برنامج بالتعاون مع قطاعات وزارية، كانت ورشة التكوينية الأولى تزامنت مع المهرجان، وهو برنامج تثمين التراث الطبيعي والثقافي والطبيعي للمدن القديمة وما حولها. هذا البرنامج برنامج طموح سوف يمس أو يدعم مكونة التراث المادي اللي في اللي تحتاج حقيقة ياسر من التمحيص وياسر من التدقيق فيه. هذا البرنامج بالتعاون مع وزارة البيئة والتنمية المستدامة وأيضا وزارة التجارة والصناعة والسياحة، أطلقت الورشة التكوينية الأولى بالتعاون مع بهذه الوزارات الثلاثة وبالتعاون مع قطاعات أخرى، سوف تكون مكونة أساسية من مكونات هذا البرنامج تتعلق بالمدن القديمة في إطار إنشاء المخطط التسييري للمدن القديمة والرفع من مستوى التراث المادي لهذه المدن القديمة والحفاظ عليه وتثمينه. أيضا بالتزامن مع هذه النسخة قامت وزارة الثقافة بالتعاون مع خبراء من منظمة الأمم المتحدة
التربية والثقافة والعلوم اليونسكو، وطبعا بالتعاون مع صندوق الإذاعة والتنمية السددة بإطلاق مشاريع اقتصادية تنموية مبنية على التراث الثقافي. بالتالي طلبنا في هذه النسخة ياك تتميز من بعض من المشاركات اللي يمكن أن تبنى عليها مشاريع اقتصادية مرتبطة بالتراث وجسدت على أرض الواقع في ورشات حية داخل عروض المهرجان، وستؤسس إن شاء الله الدراسات الفنية المواكبة حتى يكون مواطن يتأكد على عن هذا التراث الثقافي يمكن أن يكون ذا مردودية اقتصادية كبيرة في حالة أنه دخلت له بعض من التقنيات الحديثة والرعاية المناسبة إلى أن يؤخذ العيان، بالتالي يعود وحافظ عليه مكونته كتراث، ومن جانب آخر تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا بعد ساعات تختتم فعاليات هذه النسخة الخامسة من مهرجان المدن القديمة وهي الثانية أيضا في شنقيط. هل يمكن أن نتحدث عن بدء العد التنازلي للتحضير لمهرجان وادان وهو نسخة ثانية، وكيف سيكون التميز؟ بالنسبه نحن كيف ما قلتوا نحن في الساعات الاخيره من المهرجان، والحمد لله التقييم الاخير للمهرجان على انه من على جميع المستويات والثلاثه، يسوى على مستوى تدخل الخدمات لصالح المواطنين لمدينه شنقيطي كان على احسن ما يرام، لان مدينه شنقيط اليوم يمكن القول انها مسوها الخدمات النفاذ الشامل بصفة عامة، سواء بالمياه وكهرباء والصحة ومصحارة بالتصحر، وبالتالي هذا المهرجان الزامن على أنه أن القطاعات الحكومية كاملين عملوا ليس فقط مواكبة للمهرجان وإنما لطرح خطة ثلاثية سوف يتم التنسيق بين القطاعات المعنية والمؤسسة الوطنية لحماية المدن القديمة في إطار مكونة برنامج مستقبلي ما بعد المهرجان، يكن المدينة جميع حاجياتها في مجال تنمية المدينة تستمر. أيضا في هذه النسخة نحن بعد لين تنقل نختم نسخة شنقيط سوف نبدأ تحضيرات لنسخة ودان في الوقت المناسب، وطبعا نسخة ودان ستكون فيها إضافات أكثر لأن نحن في هذه النسخة اعتمدنا على خبراء في مجالات التقنية والمجالات الفنية اللي ما فات لحقت المستوى هاك من التكوين في بلدنا، وبالتالي جميع وكانوا تابعوا معنا على مدار الساعة جميع العروض وجميع المشاركات بتنوعها، وياكنا نضيف اللمسه الاستحسانيه للمهرجان القادم ان شاء الله في ودان، واعتمدنا على ارائهم الفنيه وزودونا بياسم من المعطيات سوف تؤخذ في عين الاعتبار في اطار النسخه القادمه، النسخه السادسه اللي تستضيفها مدينه ودان السنه عيد المولد النبوي الشريف. بالتالي يمكن ان نقول ان هذه النسخه اضافت الكثير لمدينة شنقيط ولساكنة مدينة شنقيط، ومن جانب أخرى زادت وثمنت التراث الثقافي اللي هو الهدف الأول لحماية من إنشاء مهرجان المدن القديمة. طيب ما بين المهرجانين شنقيط ووادان جمهور الثقافة يتعطش إلى معرفة المشاريع التي تنوون القيام بها في الفترة الفاصلة بين المهرجانين وحاجة الساحة الثقافية إلى التحرك. نحن في تحضيرات لنسخة شنقيط القائمة الحالة اللي تختم بعد ساعات اقبضنا في الوقت بزيارات ميدانية وباتصال مباشر بالمواطنين وبالتنسيق مع الإدارة المحلية جميع المشاكل، وعدنا مسحة عام من جميع المشاكل اللي يمكن أن تكون مدينة شنقيط بحاجة لها والحلول اللازمة، وقبلنا التدابير في طرح ذوك المشاكل لإيجاد الحلول في الوقت المناسب، والحمد لله بالتعاون الجميع في ظل توجيهات فخامة رئيس الجمهورية وفي ظل عمل الحكومة برعاية تحت إشراف معالي الوزير الأول استطعنا على أن كاملين نقوم بعمل جبار يخدم مدينة شنقيط، وهي نفس الحالة اللي نقوم بها في مدينة ودان إن شاء الله في الآجال القريبة. ياكن جميع الأمور في حين تفتتح مدينة نسخة ودان وتكون الأمور كاملة بخير. السيدة فاطمة فالم التصوينع وزيرة الثقافة، شكرا جزيلا لك على هذه الاستضافة. شكرا.